ها يا ابني، قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ لو خلصت الموضوع ده هترفع عنك قدام النيابه ومجانا. ما يلزمنيش. امال انت عايز ايه؟ بقول لك يا متر، تعال نفصص الحكايه كده واحده واحده عشان تلاقي اجابه لسؤالك اللي انت عمال تساله لي ده. العيال دي لو نفترض انها كانت بتقضي مني، وبالمناسبه ده حصل، هيبقى مصيرهم ايه؟ يا احداث يا سجن. يعني مستقبلهم بالسلامه، مش كده؟ لخص، عاوز تقول ايه؟ انتوا اللي تقولوا، انتوا اللي تحددوا مستقبل عيالكوا ده بكام، وانا رقبتي. طب افرض ان كل طلباتك دي مجابه، هنعمل ده ازاي وانت هنا؟ عسل. هديك انا وانا اخويا في البساتين، هتاخد الفلوس وتروح له وهديك اماره، ترجع لي بالاماره هقول اللي انت عايزه بالظبط. برابانت دي كرومي. ما لقيتش اماره، اعتبر كده ان مستقبل عليك في الشلحات. انا كده عداني العيب وازح. طب اكتب لي عنوان اخوك هنا. ماله؟ تعرف تكتب ولا اكتبه انا؟ لا يا باشا بعرف اكتب. ماشي. هرجع لك. هرجع لك. استنيك يا باشا. صحيح المبلغ اللي هو طالبه كبير، بس ما تنسوش ان انتوا بتشتروا بيه مستقبل ولادكم. طب وهنتصرف له فيه ازاي بسرعه كده قبل ما يتعرضوا على وكيل النيابه؟ دي محلوله، انا ممكن اكلم حد في الشركه يجهز فلوس، بس المشكله ان احنا مش ضامنين الواد ده. طيب عموما انا المساعد بتاعي جاي كمان شويه، وممكن يخلص لنا المشاوير دي كلها بمنتهى السرعه. طب وافرض خد الفلوس دي كلها وبرضه ورط العيال دي معاه؟ هو طبعا الواد مش مضمون، بس افرض ان الولد اعترف على رامز وهاني واتعمل لهم تحليل مخدرات واتحكم عليهم، ده لو كانوا بيتعاطوا فعلا هتبقى مشكلة. ايوه يعني انت شايف ايه يا متر؟ انا رأيي ان احنا نسد بق الواد بالقرشين دول وخلاص. معلش يا استاذ انا كنت اتأخرت شوية. لا كويس انك جيت. تحت امرك. في عندي شوية مشاوير عايزك تخلصها طيارة، ساعة تكون خلصت كل المشاوير دي، مفهوم؟ أوامر يا استاذ. ها يا حسين، هنعمل ايه؟ معلش يا استاذ كمال، انا نص الفلوس بالكتير قوي هكون عندك بكرة. تمام. ابعت الراجل بتاعك عندي في الشركة وأنا هكلمهم يجهزوا فلوس. طيب بص، أنا هبعتك الشركة دلوقتي عند كمال بيه. طيب. تروح لهم هيدوا لك ظرف فيه فلوس. تاخد الفلوس دي تطلع بيها على العنوان اللي في الورقة دي. هتقابل واحد اسمه سالم. تدي له الظرف. وتاخد منه أمارة إن هو خد الفلوس. مفهوم؟ مفهوم يا أستاذ. طيب كويس. مدرسنا. خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.